النهارده طبعا احنا بنحتفل بواحده من بدايات تطوير العمل التسويقي في النادي الاهلي. الخطه اللي احنا وضعناها كمجلس اداره من بدايه الانتخابات لتنميه موارد النادي الاهلي ووضع النادي الاهلي في مصاف الانديه العالميه استغلالا لاسم وشعبيه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي واحد من اكبر 30 نادي على مستوى العالم من حيث الشعبيه والجماهيريه بحسب مجله فرانس فوتبول، المركز 22 من 30 واكثر الانديه في العالم حصولا على البطولات. هدفنا باذن الله ان احنا خلال الثمان سنين اللي جايين ان احنا نخش في اول 10 انديه على مستوى العالم من حيث الجماهيريه ومن حيث الشعبيه. عشان ده يحصل محتاجين ان احنا يبقى عندنا مبادرات تسويقيه كتير، محتاجين ان احنا يبقى عندنا شكل جمالي للنادي الاهلي وشكل تسويقي مختلف للنادي الاهلي، وده الحمد لله اللي قدرنا نبدا فيه بفضل مجهودات اداره التسويق اللي النهارده بتعلن عن واحد من اوائل هذه المشاريع وهو البوم النادي الاهلي اللي هيبقى باذن الله نقله جديده في السوق المصري وفي الشرق الاوسط وحاجة تضاهي الموجود في الأندية العالمية. نتمنى بإذن الله التوفيق ونتمنى أنه يلاقي قبول ورضا جماهير النادي الأهلي ويبقى يعني زي ما بيقولوا جسر ما بين الجمهور وما بين النادي الأهلي، وأن هم يقبلوا على الألبوم ويبقى في إقبال عليه ومبيعات جيدة بإذن الله. ونشكر الشركة المنفذة للألبوم على المجهود الكبير اللي هم عملوه في الفترة اللي فاتت، الأفكار والتنفيذ بتاعهم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي بإذن الله. شكرا جزيلا.